كده في طبق، يا ريت نستخدم، احنا دايما نستخدم من ميدش لينا وناخد اي حاجه او بمعلقه، لانها ناخد المشبك زي ما احنا شايفينه كده، بحيث ان هو ايه ما يتعرضش لاي تلوث، عشان انه ما يشفي ميكروبات او ايه او اي بكتيريا. تمام، هنحطه كده في طبق زي ما احنا شايفين كده، وهندوق ونشوف طعمه ونشوف ونقول راينا فيه ايه. الله، لذيذ جدا، لذيذ لذيذ جدا. دوق، خد دوق. كان نفسي ادوقكم كلكم، بس حضرتك لو اتبعتوا التعليمات التعليمات بالظبط من الفيديو من الاول للاخر، هيكون عندكم خيار لذيذ بالشكل ده. ولا حضرتك ايه دوقناه دلوقتي حالا. السلام عليكم اعزائي متابعين قناه مطبخ 5 نجوم. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده ازاي هنعمل مخلل الخيار بطريقه صحيه، يعني مش هنعتمد على الخيار اللي احنا بنشتريه من السوق او بيتعمل بالطرق التقليديه، هنعمله بطريقه في المنزل بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان هتبقى بطريقه صحيه. في الخيار ده ممكن نعمل بالخيار الحجم الكبير زي ما انتم شايفين كده، او بالاحجام الصغيره مش فارقه. المهم هنعرف مع بعض ازاي الارشادات وايه المكونات المطلوبه. اول حاجه هنجيب شكاره خيار من السوق، تمام، وهنفرزها، هنشوف لو في اي حاجه معطوبه نعزلها على جنب، والخيار الصحيحه السليمه هنقعها في ميه لمده ساعه، هنشوف مع بعض الخطوات بالظبط. يبقى احنا هنجيب الخيار زي ما انتم شايفين كده، تمام، وهنجيب معاه عندنا ملح، تمام، وهنجيب بعض جرون الشطه زي ما حضرتك بتحبه، تمام، وهنجيب بعض ثمار الليمون وبرطمان التخليه زي ما انتم شايفين كده، يفضل ان يكون برطمان ازاز او بلاستيك، اهم حاجه يكون مقفول بحكام. خليكم متابعين مع بعض، بدعوكم اللي هشتركش في القناه، يا ريت نشترك في القناه، اضغط على زر سبسكرايب اسفل القناه عشان توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات اللي جايه. خليكم متابعين معايا حضراتكم. وطبعا هنحتاج، مع عشان في نهايه ما احنا بنقفل العبوه، نحتاج ما عندنا كميه خل معينه نحطها في وسط الخل عشان ايه يساعد في نضوجه، تمام، وهنحتاج زيت عشان يتحط فوق طبقه المخلل فوق البرطمان عشان ايه يمنع الهواء عن وصوله للمخلل. هنشوف مع بعض دلوقتي بالتفصيل ازاي نعمل الخطوات دي بطريقه سهله جدا وبسيطه وفي البيت. خليكم معانا. الخيار هنطلعه تاني، هنفرزه، لو في اي حاجه معطوبه اي حاجه فاسده في الشكاره هنعزلها على جنب، وهنجيب هنحط الخيار، لازم ننقع الخيار في الميه. ليه انا بقول ننقع الخيار في الميه لمده ساعه على الاقل؟ ليه؟ اول حاجه ان هنا الخيار بيبقى فيه بعض الطين، هنا حاجات زي كده، في احيانا بعض الفلاحين او المزارعين بيرشوا الخيار النهارده وبعد يوم او يومين بيرشوا مبيدات الحشرات وكده، بعد يوم او يومين يعني عن جهل او عن غير قصد ان هم ايه بيتجاهلوا العبوات اللي هي او الارشادات اللي موجوده على الـ الـ على الـ 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 الادويه، انما يقول لك مثلا استخدام ما تجمعش المحصول بعد الرش غير مثلا باسبوع او باسبوعين او ب10 ايام. في بعض الناس يعني جهلهم بالمعلومه دي، يعني بيرش الدواء النهارده وبعد كده بيعمل ايه؟ يعني بيقطعوه ويبيعوه في السوق للناس، والناس طبعا عن جهل برضه ما بيغسلوش كويس او ما بينقعوش الخيار في الميه، فبيتجي لهم بعض الامراض او الكبد بيتعب من كتر الحاجات اللي هي بتبقى مبيدات مرشوشه لسه مرشوشه النهارده او من يومين وياكلوها من غير ما يغسل صحيا. فاحنا لازم نغسله غسيل صحي ان احنا نقعه في الميه لمده ساعه عشان لو في اي حاجه اي رواسب للمبيدات والكلام ده كله لازم نقعه، وبعد ما نقعه نغسلها واحده واحده وننضفها كويس. دي نيت ناخد بالنا من المعلومه دي، ويا ريت نشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، عشان كفايه حرام يعني الكبد، الناس تعب من كتر الادويه والمبيدات اللي بياخدوها بياكلوها على الزرع. تمام، بعد دلوقتي هنكمل بعد كده مع بعض الفيديو ازاي نكمل بقيه الخيار. خليكم معانا. زي ما حضرتك شايفين كده هنجمع الخيار، هنفرزه وهنحط عليه ميه ونسيبه لمده ساعه في الميه عشان اي مبيدات اي حاجه تتحش منه. خليكم متابعين. دلوقتي احنا بقى سيبناه نجح في الميه لمده نص ساعه على الاقل، هغسله واحده واحده بالشكل ده، تمام كده، عشان لو فيها اي بواقي او اي رواسب للطين لاي اي حاجات كده مضره بالصحه بتتعمل ايه؟ مع حاجه كتير كده بتتغسل كويس، تمام؟ تطلع الخيار زي ما احنا شايفين كده نضيفه. هنعمل الحكايه دي في كل الكميه اللي عندنا، وهنشوف بعد كده بنقطع ازاي الخيار. خليكم معانا. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعمل المحلول الملح اللي هنحطه وسط الخل عشان يخلي الخيار ينضج بسرعه. هنشوف مع بعض ازاي نعملها. هنجيب عباره عن طبق زي كده، حله، تمام، وهنجيب ميه عباره عن مثلا ازازه 2 لتر،
هنشوف الكمية هنحتاج دلوقتي تتابعوا معايا بالظبط عشان نعمل المقادير بالظبط عشان تطلع الايه المستوى او جودة المخلل زي الجودة بتاعت فنادق الخمس نجوم. هنحط على حسب كمية المخلل اللي هتعملوه، يعني مثلا انا حاطط ازازة مية دي عبارة عن 2 لتر تمام، وهحط ازازة مية كمان عبارة عن 2 لتر تاني، يبقى كده 4 لتر مية. دي عشان انا جايب معايا كمية كبيرة وهنعملها النهاردة، فحضراتكم اللي هيعمل كمية قليلة على حسب اللي ايه يعني يحصل المقادير اللي هو عايزها. وهنجيب ازازة خل زي ما حضرتك شايفين كده، ازازة خل تمام، خل قصب طبيعي او اي خل موجود عندنا، دي عبارة عن 1.5 لتر نفتحها تمام كده، وهنفضي زيت الخل كلها في المية. لازم نظبط المقادير بالظبط عشان لما ظبطتش هيطلع الخيار عندك يا اما طعمه حادق زيادة عن اللزوم او طعمه ايه مش كويس، فتابعوا مع بعض بالظبط المقادير زي ما انتم شايفين. هاجي بقى للملح، هحط للأربع لتر مية هحط عليهم حوالي كيس ملح صغير اللي هو حوالي 250 جرام، هذا كيس ملح 250 جرام. يبقى كده دلوقتي عبارة عن 4 لتر مية لإزازة خل، لتر خل، ربع كيلو ملح، وهحط 4 معالق سكر. دي المقادير بالظبط. هاجي دلوقتي ادوب المحلول زي ما حضرتك شايفين كده، هذا المحلول الملح اللي هنعمله عشان ده اللي هيحفظ الخل اللي هيحفظ الخيار عندنا تمام، ويخليه يتخلل ايه في وقت قياسي ويطلع بمستوى كويس جدا في النضج. طيب في ملحوظة جدا، ملحوظة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ان انا هعمل يعني الحتة دي مهمة جدا، ان انا لازم اغلي الخل ده المحلول الملح ده على النار، اسيبه لمدة لحد ما يغلي البتاع ده عشان لو في اي ميكروبات اي حاجة تتطهر منه، وغير كده احطه على الخيار وهو في البرطمان مية مغلية، يعني المحلول ده لازم يكون مغلي كويس عشان لو في اي بكتيريا او اي حاجة وسط البرطمان ما يبقاش ايه يعني يقضي على اي بكتيريا او اي حاجة او اي فطريات. هنشوف مع بعض هنعمل الخطوات ازاي. هسيبه على النار دلوقتي لحد ما يغلي وهوريكم نعمل بقية، نتابع الفيديو مع بعض. وهكذا. وزي ما حضرتك شايفين دلوقتي انا سبت المحلول اللي هو عبارة عن الملح بالسكر بالملح بالخل بالمية لحد الغليان عشان يعقم اي حاجة في الايه في برطمان المخلل الخيار. خليكم متابعين معايا. دلوقتي هنتابع مع بعض اعزائنا المشاهدين، هنتابع مع بعض ازاي نعمل الخيار المخلل. اول حاجة زي ما عرفنا ان احنا غسلناه كويس جدا ونقعناه في المية، وبعد كده هقسم الخيار عندي حسب البرطمانات اللي عندي حسب الكمية اللي عندي،
في هيبقى حاجة حجم صغير زي ما حضرتك شايفين كده أو حجم وسط، وفي الحجم الكبير اللي زي ما حضرتك شايفين كده، شايفين الفرق بين دي ودي، ده حجم وده حجم. ده ليه طريقة معينة وده ليه طريقة معينة. الطريقة الأولانية هنبتدي مع بعض الحجم الصغير زي ما حضرتك شايفين كده بالظبط، هبتدي الخيار زي كده تمام، هعمل لها ايه، اقطعها من الطرف هنا عشان احوش العنق ده تمام، واقطعها من الجنب التاني برضو كده عشان احوش الايه العنق تمام. هتدي هتتحط في ال وهبتدي هيبقى معايا مثلا زي بتاعة التوسيس بيك زي ما حضرتك شايفين كده، واديها عبارة عن ايه في 3 4 اماكن كده بحيث ان ايه الملح يقدر يوصل لها ويخترقها ايه زي ما حضرتك شايفين كده بالظبط. برضو التانية برضو هكذا هعمل زي كده برضو تمام، العنق من هنا وادي العنق التاني من هنا برضو حتة بسيطة خالص كده عشان اساعد ان الملح ايه يدخل جوه ويخترق اهو. وادي التوست بيك كده اعمل لها بس كده ايه كام فتحة بحيث ان هو ايه الملح يقدر يخترق. وهاجي بعد كده هبتدي هجيب البرتمان عندي او العبوة اللي هخزن فيها الخيار اللي هخزن فيها الخيار المخلل تمام، وهرصه بالتدريج. وهنشوف دلوقتي مع بعض هنحط ازاي عليها المحلول الملحي زي ما حضرتك شايفين كده كده، اخليه بحيث يتحط كله متساوي كده، واكمل بقية البرطمان بالشكل ده. ده بالنسبة للخيار الصغير تمام. اما بالنسبة بقى للخيار الكبير ليه طريقة تانية بقى مختلفة خالص، يعني الحجم الكبير ده هياخد حيز كبير جدا، فانا لازم اخليه يعني اول حاجه هنشوف هنعملها ازاي. ده معلم الخيار كبير، هقطع برضو الطرف من هنا والطرف من الناحيه التانية تمام، عشان دي تنتج بسرعه وتتخلل بسرعه هقسمها نصين لان هيبقى الحجم كبير عليها كده تمام. وهاجي برضو زي ما حضرتك شايفين كده، في بعض الناس بيحبوا يعملوه عباره عن ايه شرايح زي ما حضرتك شايفين كده، هتبقى مثلا شريحه على حسب زي ما انتوا عايزين بالظبط. في اللي بيحب يعملوا شرايح كده تمام اهو زي ما حضرتك شايفين كده، وتتخلل تتخلل زي ما هي الشرايح، هتتخلل معانا بسرعه مش هياخد حوالي بتاع 10 15 يوم وتلاقيه اتخلل اللي هو بايه الشرايح بالحجم ده على حسب حجم الشريحه اللي انت عاملها تمام كده. ادي هنا ده نظام اللي هو ايه الشرايح. في بعض البعض التاني بيحبش اللي هو يخليه مقطع كده صغير، بيعمله بطريقه تانيه. الطريقه التانيه بيخليه بالحجم الكبير كده بس بيعمله مطول، يعني مثلا هيبقى الطرف كده تمام، اقص برده الطرف من هنا والطرف من هنا، هقسم الخيارة برضو نصين تمام. هذا ده هيتعمل نظام مربعة تمام زي ما حضرتك كده تقسم نصين كده تمام. زي ما حضرتك شايفين كده تمام، وبيجوا هنا برضو عند النص اللي تتقسم الربع والربع كده تمام. ده بيبقى طعم بيتحط اللي هي الارباع، الحاجات دي بتتحط وسط السندوتشات اللي هي بنعملها الفراخ بانيه البرجر، الحاجات دي بتبقى طعمها لذيذ جدا، يعني بتبقى ايه يعني بالاضافه ان الخيار مخلل الحاجات دي غير ما بتحتاجش انك تحط ملح او اي حاجه على على البرجر او الفراخ البانيه، بتبقى طعمها جميل جدا وسط السندوتشات زي ما حضرتك شايفين كده. ويترص برضو في البرتمان بنفس الطريقه برضو، يعني بنجيب برضو برتمان تاني للاحجام، يعني نحط كل شكل بحجمه معين، يعني مثلا الشكل ده القطع الصغيره كده يعني زي ما شايفين كده مثلا اللي هي عباره عن الرباعيه دي كده نحطها برضو في البرتمان المخلل تمام كده زي ما حضرتك شايفين كده زي ما حضرتك شايفين كده. ده البرتمان التاني هفضل اكمل لحد ما املاه تمام. وهاجي بعد كده هاجي برضو بالنسبه للنوع التالت اللي هو برضو ايه على حسب الطريقه اللي حضرتك بتحبها. في اللي بيحب الطريقه اللي هي عباره عن ايه شرايح بسيطه زي كده تمام زي ما حضرتك بتحبوها كده تمام، تتحط برضو كده زي ما انتم شايفين كده. ده هينضج بص هينضج بص بوقت معين، والتاني ده هينضج بوقت معين، والتالت برضو هينضج بوقت معين. خليكم متابعين مع بعض، هنشوف دلوقتي هنحط المحلول الملحي ازاي ونكمل بقيه البرتمانات. خليكم متابعين معايا. وهكذا هبتدي اكمل في البرتمان واحرك كده عشان كله يبقى جنب بعضيه على طول زي ما حضرتك شايفين كده تمام. افضل اعمل كده لحد ما ايه املى البرتمان كده. احنا بنعمل الخيار المخلل في البيت بطريقه صحيه ونظيفه.
ضحك شفيك. هنكمل بقية البرطمان وهنشوف دلوقتي مع بعض هنحط المحلول الملح ازاي، و يعني دلوقتي سايبين المحلول الملح على النار لحد ما يغلي عشان نعقم بيه الحاجة دي. خليكم معايا زي ما حضرتك شايفين كده تمام. انا بفضل ان احط المايه زي ما انتم شايفينها كده او المحلول الملحي وهو سخن على الخيار عشان لو في اي حاجه يعقمها ما يسيبش اي بكتيريا او اي حاجه وسطي زي ما حضرتك شايفين كده تمام. لازم املى البرطمان لحد الاخر واخلي المايه تبقى ايه زي ما حضرتك شايفين كده. تمام كده ادي البرطمان اتملى واسيبه لحد ما يخلص اي حاجه تقليل او اي حاجه فيه كده تمام. بعد كده هنعمل ايه، يا اما احط بعض نقط زيت على الوش بحيث ان انا مش عايز اي يتعرض لاي هواء، وهنحط دلوقتي برضو كيس فوق البرطمان. هنشوف دلوقتي مع بعض نعملها ازاي. بعد حضرتكم كده بنجيب كيس مشمع زي ما حضرتك شايفين كده واحطه على البرطمان عشان اقفل، لان دوا اخليه يكون عازل لاي هواء، عشان الهواء لو دخل جوه البرطمان هيسبب بكتيريا وحاجات كده تمام. احط الكيس واقفل البرطمان، اقفل البرطمان كويس جدا. وبعد كده اخر حاجه احطها عايز اجيب ورقه لزق زي كده تمام كده، واحطها على البرطمان واكتب فيها التاريخ اليوم اللي انا عملت فيه المخلل، عشان بالظبط في خلال ما بين 15 لحد 30 يوم هيكون عندنا خيار مخلل معمول في البيت بطريقه صحيه، وهنشوفه دلوقتي. يعني مثلا النهارده تاريخ كام؟ 5/4/2017. بعد مثلا ماكسيمم بالنسبه لنا شهر بالظبط هنلاقي الخيار ده بقى كويس جدا وبقى مخلل زي ما حضرتك شايفين كده. ادي البرطمان اهو، ايه ده الطريقه اللي احنا عملناها. في كذا طريقه تانية هنشوفها مع بعض دلوقتي، اللي هي الخيار الانواع التانية المختلفه. في نهايه الفيديو انا بشكر حضراتكم لمتابعه الفيديو للنهايه. حضرتك لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط على زر اللايك، لو حضرتك شايف ان الفيديو ده يفيد حد تاني يا ريت تعمل تضغط على زر المشاركه، وهكون سعيد جدا لو حضرتك عملت اشتركت في القناه عندي ودخلت هتلاقي فيديوهات كتيره جدا تهمك في مطبخ 5 نجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في كتير من حضراتكم بيحب يحط شطة في المخلل بحيث ان تدي طعم نكهة الشطة والحاجات دي، فمفيش مانع خالص وما يضرش ان احنا نحط جرنين تلاتة شطة او زي ما بنحب حضراتكم. نحط كده على وش البرطمان ده يعني بيخلي المخلل بيديله طعم او نكهة قوية جدا الشطة تمام زي ما حضرتك شايفين كده. فاضل بس هنحط دلوقتي المحلول الملحي ونغطي البطاطا ونقفله. خليكم معانا. طبعا في برضو ناس بتحبه بالثوم، فبحط 3 4 فصوص 5 فصوص كده ثوم بيديله نكهة جميلة جدا زي ما حضرتك شايفين كده. زي ما حضرتك بتحب، يعني اللي يحب يحط شطة على المخلل، اللي يحب يحط توم، الحاجات دي، او غير كده اللي بيحط شطة بودرة بتدي طعم جميل جدا للمخلل. بس والتوم بيدي نكهة حلوة جدا. خليكم متابعين معايا. زي ما حضرتك شايفين ادي الطريقة التانية اللي هي عبارة عن ارباع، ادي ربع تمام كده. انا برضه هحط البرطمان برضه زي ما هو كده لحد ما اكمله تمام. وفي نفس الوقت انا بستنى دلوقتي المحلول الملح لحد ما يغلي عشان احط عليه واعقمه واقفل بقى البرطمان. هنشوف دلوقتي نعمل الاجراءات دي ازاي. زي ما حضرتك شايفين كده احنا بقالنا اسبوع عن اخر ميعاد فتحنا فيه عملنا فيه المخلل تمام، الخيار المخلل، وبقى شكل العبوه بالشكل زي ما حضرتك شايفين كده تمام. ادي باين عليها كده اهو، ده مجرد ان احنا سيبناه في المحلول الملحي او المحلول التخليلي لمده اسبوع بقى شكله كده. هنفتح مع بعض وهنجرب وندوق دلوقتي ونشوف الطعم اخباره ايه. خليكم متابعين معانا. نفتح العبوه تمام كده، محوش الغطا، هلاقي شكله تمام فضي كده هو وصافي تمام، مفيهوش اي حاجه خالص. ولاحظ كمان ان الميه كلها صافيه، مفيش اي شوايب خالص، مفيش اي شوايب خالص في الميه تمام. هلاقي هنا
زي ما احنا شايفين كده، ادي الجرنين فلفل اللي حطيناهم في الاول، تمام، نحطهم في الطبق هنا. وادي هنا الخيار بقى شكله لذيذ، شكله لذيذ، شكله جميل جدا، ومفيش اي شوايب او اي حاجه كده، لان المحلول الملحي غليته وحطيته على على الخيار، فقتل اي بكتيريا او اي ميكروبات. تمام، هنحط كده في طبق. يا ريت نستخدم، احنا دايما نستخدم من ميدش دينا وناخد اي حاجه او بمعلقه، لان ناخد المشبك زي ما احنا شايفينه كده، بحيث ان هو ايه ما يتعرضش لاي تلوث، عشان انه ما يجيش في ميكروبات او ايه او اي بكتيريا. تمام، هنحط كده في طبق زي ما احنا شايفين كده، وهندوق ونشوف طعمه ونشوف ونقول راينا فيه ايه. الله، لذيذ جدا، لذيذ، لذيذ جدا. دوق، خد دوق. كان نفسي ادوقكم كلكم، بس حضرتك لو اتبعتوا التعليمات التعليمات بالظبط من الفيديو من الاول للاخر، هيكون عندكم خيار لذيذ بالشكل ده ولا حضرتك ايه دوقناه دلوقتي حالا. وفي نهايه اللقاء انا بشكر حضراتكم لمتابعه الفيديو. حضرتك لو عجبك الفيديو يا ريت تضغط على زر لايك، ولو ما كنتش اشتركت في القناه لسه لحد دلوقتي تضغط على زر سبسكرايب، وهكون سعيد جدا لو عملت لي مشاركه للفيديو. ولو دخلت على القناه عندي هتلاقي فيديوهات كتيره جدا تهمك في مطبخ 5 نجوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.